بكم إخواني وأحبائي الأعزاء المشتركين بالقناة والمتفاعلين مع البرنامج التعليمي للأورك بأشهر الأغاني العربية والمغاربية وكذلك التعريف بالمقامات العربية. فالمرجو دائما منكم السبسكرايب واللايك والشير لتدعمونا أكثر وأكثر. اليوم غنديروا أغنية رائعة لمحمد فويتح وهي أغنية أيلي حياني من أجمل الأغاني المغربية، فإحنا غنديروها موسيقى باش تتعرفوا عليها أكثر وأكثر، فابقوا معنا. أغنية أيلي حياني للفنان محمد فويتح هي نهاوند على الضو. نهاوند على الضو، نبدأ من ضو. والنهاوند على الضو كتكون في السلم الموسيقي السي بيمول المي بيمول اللا بيمول، السي بيمول المي بيمول اللا بيمول. غناخذوا إيقاع شعبي عصري على سرعة 120 ونبداو المقدمة الموسيقية، لان احنا غنديروا القطعه هي موسيقى ولا موسيقى في عود الكلمات. أول موسيقى وغناء. الآن غنفصلوها ببطء، فكنبداو من صول، من هنا صول صول فا صول سي فا صول مي مي غي دو، صول صول فا صول سي فا صول مي مي غي دو سي دو مي صول. ثم من سي دو مي صول فيما يحص الغناء الموسيقى الأولى والغناء. الآن غنعود هذا المقطع هذا ونمشي للمقطع البياتي. We'll be right back.
نكتفيو بهذا القدر ديال البياتي. البياتي على الصول، كتولي بياتي صول، هاو البياتي على الصول. البياتي على الصول كتولي فيه السي بيمول والمي بيمول ولا بالربع تون، السي بيمول المي بيمول ولا بالربع تون. ولكن كنبداو حنا من التشريق كيبدا في المي، فلاحظوا ان هذه المي هي باساجي، هاد المي بالربع تون هي باساجي وكتبدا من لا. هنا القطع تنديرو بهذا الشكل التالي، من مي بالربع تون نعاودوها مي مي فا مي صول لا لا صول لا صول سي نعاودوها باش تبان لكم اكثر. فغنعاودوها بالناي وكذلك مع الكمان. كتلاحظوا هي بسيطه فقط تدريب، ولكن حدو مع الايقاع. الايقاع ديما بداو في البروميير طون، في البروميير طون تبداو مع الايقاع بالشكل التالي. هانت مع الضربه ديال الايقاع، الناس اللي هما كي شويه عندهم الايقاع ما مضبوطش فبهذه الطريقه، فمع الضربه الشكل. فالان غنعاودوا هذا البياتي ونديروا المقطع الاخير ديال النزول اللي كينزل نهاوند، كيرجع نهاوند لما كنسول البياتي، فحنا من الطوق نرجعوا نهاوند. فنبداو من هذا المقطع البياتي نكملوا الان في المقطع نكملوا على البياتي في المقطع الاخر ديالو. كما لاحظنا، ومن بعد البياتي انتقلنا رجعنا للنهوان، رجعنا للنهوان الاول. المهم غنشوفوا هذا المقطع بوحده ديال البياتي الكماله. كنبداو من السي ثم نعود الى النهاوند من ضو، هكذا كنعودو النهايه ونعودو اللازمه الى بغينا. فغنعاودو دابا القطعة من الأول باش تاخدو عليها فكرة عامة.
كانت هذه نبذة مختصرة عن أغنية أيلي حياني للمرحوم الفنان محمد فويتح. أتمنى لكم الاستفادة واللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله.